ابتسامة كبيرة ارتسمت على شفتي الممثل الشهير حامد عزيز عندما سأله صديقه عالم الآثار: هل تؤمن بلعنة الفراعنة؟ ولما لم يجب حامد مال صديقه نادر نحوه مستطردا: كثيرون يؤمنون بها. هز حامد كتفيه مجيبا: وكذلك الأشباح والأرواح والعفاريت وذي القدم الكبيرة ووحش لوخنس ورجل الجليد، كثيرون يؤمنون بكل هذا على الرغم من أنه لا يوجد دليل واحد على وجود أي منهم. اعتدل نادر وقال: أنت لا تخشى المقابر الفرعونية إذن؟ أجاب حامد في حزم: مطلقا. عاد يميل نحوه قائلا في تحد: اثبت هذا إذن. عاد حامد يبتسم وهو يشير بيده قائلا: كيف؟ هل أكتب إقرارا بذلك؟ اعتدل نادر مجيبا بنفس التحدي: اصطحبني إلى مقبرة فرعونية حديثة الكشف. لم يكن حامد لديه وقت لهذا، ولكنه خشى أن يتهمه صديقه بالكذب، فقال في حزم: لا بأس، متى؟ انتقلت الابتسامة إلى وجه نادر وهو يقول: غدا صباحا. أزعج هذا حامد كثيرا، ولكنه كان مستعدا في الصباح التالي. ارتدى سروالا من الجينز وقميصا قصير الأقمام وكابا يحمل شعار ناديه المفضل، وانتظر سيارة نادر أمام منزله، وفي الموعد المحدد بالضبط وصل نادر. وطوال ساعة قطعت بهما سيارته رباعية الدفع الطريق من منزل حامد إلى ما بعد أهرامات الجيزة، حيث تلك المقبرة حديثة الكشف. وأمام المقبرة سأله نادر للمرة الأخيرة: ألا تخشى دخولها؟ قال حامد في ثقة: مطلقا. ابتسم نادر ابتسامة رآها حامد أشبه بالتحدي، فتتبعه في حزم إلى داخل المقبرة وصار خلفه في ممراتها الضيقة حتى بلغ حجرة الدفن التي تمددت فيها مومياء فرعونية داخل تابوت من النحاس. أشار إليه نادر قائلا: ليس من المعتاد أن يستخدم الفراعنة توابيتا من النحاس. هز حامد كتفيه قائلا: لست أعرف الكثير عنهم. عادت ابتسامة نادر إلى شفتيه وهو يقول: ربما تعرف الكثير عنهم اليوم. حاول حامد أن يبادله الابتسام، إلا أنه لم يشعر برغبة جادة في هذا، فرسم ابتسامة باهتة على شفتيه وهو يلتفت حوله على ضوء مصباح نادر اليدوي وقال: أهذا كل شيء؟ لا يوجد ذهب أو مجوهرات؟ اتسعت ابتسامة نادر وهو يحرك ضوء مصباحه اليدوي على نحو مزعج: ليس في كل مقبرة تجد الذهب والمجوهرات. أشار حامد بيده قائلا: ولكنني قرأت أنه توجد دوما أوان خاصة لحفظ أحشاء المومياء. واصل نادر حركة مصباحه المستفزة وهو يجيب: هذا صحيح، اسمها أوان كانوبية. تلفت حامد حوله متسائلا: لست أرى شيئا منها هنا. لم يجب نادر هذه المرة، فاستدار إليه حامد يسأله: أين يفترض أن تكون؟ هم نادر بإجابته وفجأة انقطع ضوء مصباحه اليدوي وساد ظلام دامس مفاجئ، ومع الظلام ارتفعت شهقة حامد، شهقة تجمع ما بين الدهشة والاستنكار والرعب كل الرعب. ولما لم يكن يرى شيئا راح حامد يلوح بيديه قائلا في توتر: نادر، أين أنت؟ ماذا حدث؟ لم يتلقى جوابا من نادر، بل ولم يسمع أي صوت، وبدا له الظلام دامسا للغاية. وبكل توتر هتف حامد مكررا: أين أنت؟ ومرة أخرى لم يتلقى جوابا، وتضاعف توتره، تضاعف ألف مرة. هتف حامد ينادي نادر بصوت أعلى وأعلى وأعلى، ثم تولاه فزع حقيقي جعله يصرخ: لماذا وافقت على هذه الحماقة؟ لست أرى حتى طريق الخروج من هنا. راح يتحسس الجدران محاولا البحث عن الفتحة التي وصلوا عبرها إلى حجرة التابوت، وبكل فزعه دار على جدران الحجرة الأربعة
تحسس كل الجدران في رحلة دائرية كاملة، وتضاعف فزعه 1000 مرة عندما لم يجد تلك الفتحة. وهذا مستحيل، إنها حجرة مربعة، والفتحة كانت تكمن في منتصف أحد جدرانها. فأين ذهبت؟ أين؟ مستحيل، مستحيل أن تكون قد اختفت أو تلاشت، مستحيل. ولكنه دار حول الجدران مرتين دون أن يعثر لها على أي أثر، وبكل قوته وتوتره وفزعه صرخ: هل يسمعني أحد؟ أريد الخروج من هنا، أخرجوني من هنا. كرر صراخه هذه مرة وثانية وثالثة، ولم يستجب له أحد. وعندئذ انفلتت مشاعره، ووجد الدموع تنساب من عينيه دون أن يملك لها تراجعا، وراح يبكي في صوت مسموع. وجلس القرفساء وهو يخفي وجهه بين يديه ويسكب دموعه على راحتيه، وفجأة سمع تلك الحركة القريبة منه. كان صوت أقدام تزحف، كائن ما يقترب منه، كان يسير على قدمين. شعر أنها خدعة سخيفة من نادر، فصرخ: نادر، أهو أنت؟ اقتربت منه الأقدام أكثر وأكثر وأكثر، ومع دقات قلبه التي وثبت إلى ذروتها بدأ يشعر بأنفاس على عنقه، ليست أنفاسا حارة كأنفاس البشر، بل أنفاس باردة، باردة كالثلج. وهنا صرخ بكل رعب الدنيا وانهار تماما، وراح جسده يتشنج بشدة، وخاصة عندما لامست تلك الشرائح الكتانية القديمة ذات الرائحة الجافة وجهه. وبكل رعبه صرخ: رباه، إنها حقيقية، لعنة الفراعنة، حقيقية. وامتدت يد محاطة بشرائط الكتان الجافة القديمة نحوه، ولامست وجهه كله، فانحبست أنفاسه واتسعت عيناه عن آخرهما، وشعر بروحه تخرج من جسده. وفجأة أضيئت الأضواء، وارتفع حاجز من الحجر كان يخفي فتحة دخول وخروج المقبرة، وقفز نادر داخل حجرة الدفن وهو يهتف في مرح: مفاجأة، أنت ضيف برنامجي حازم حازم الشهير. لم تكن الدهشة من نصيب حامد، بل كانت من نصيب نادر نفسه، عندما استقبله حامد بابتسامة هادئة باردة وهو يقول: كنت أعلم هذا منذ البداية. تراجع نادر في دهشة، وظهر من خلفه حازم مقدم البرنامج الشهير وهو يقول في دهشة حقيقية: ولكنك بدوت مذعورا بشدة على عكس ما تبدو عليه الآن. ابتسم حامد وشد قامته مجيبا بنفس الهدوء: أنسيتما أنني نجم سينمائي من الطراز الأول؟ لقد لعبت اليوم أحد أعظم أدواري. مد حازم يده يصفحه ويقول: تهانيئي يا أستاذ حامد، أنت أروع من استضفته في برنامجي المقالب الرمضانية هذا. بدت له يد حامد باردة أكثر من اللازم، ورأى بريقا خاصا يطل من عينيه، فسحب يده في سرعة مكملا: ستثير حلقتك إعجاب المشاهدين في شدة. غادر حامد تلك المقبرة مع نادر الذي بدا شديد الحماس وهو يقود سيارته رباعية الدفع قائلا: كنت أظنك ستغضب مني. ابتسم حامد ابتسامة باهتة وهو يسأله: من كان صاحب فكرة اختيار مقبرة حقيقية؟ ضحك نادر وهو يجيب: كانت فكرتي في الواقع. استرخى حامد في مقعده وهو يقول: عظيم. راح نادر يتحدث ويروي كيف جالت الفكرة بخاطره، وكيف اختار مقبرة حديثة الكشف، ولم يتجاوب معه حامد، بل حتى لم يسمعه. ففي استرخائه كانت هناك أمور أخرى تدور في عقله، أو في عقل من احتل عقله وكيانه. كان يشعر أخيرا بالحرية بعد 5000 عام قضاها في ذلك التابوت النحاسي المختوم بلعنة تبقيه حيا في جسد شبه ميت. اليوم فقط أتى من حقق كل الشروط الواجبة لزوال اللعنة: الظلام الدامس، الصراخ، الرعب، والبكاء. وهكذا انفكت اللعنة وتحررت طاقته، واستبدل كيانه غير المادي بكيان حامد الذي من حسن حظه يتمتع بشهرة واحترام بالغين في المجتمع. وعندما يفحصون تلك المقبرة ويتساءلون عن سر التابوت النحاسي، لن يتصور أحدهم
أنه في تلك المومياء الميتة داخلها كيان يصرخ بكل الرعب، وهو لا يدري متى يمكن أن يتحرر. كيان كائن أرضي كان يوما اسمه حامد عزت، النجم الشهير، الشهير جدا. تمت بحمد الله.